فما زال يعني نرجع إلى موضوع الأفراد، غير مجدي أنه يؤجل إذا لم يكن هناك سبب ضروري جدا جدا، مثلا لقضاء دين آخر أساس يكون معدل الدين عنده أقل. بالنسبة للشركات خيار مر، خيار مر ليس بالخيار السهل، لأنه رايح يدفع تكاليف اللوك داون الموجود اللي هو وتكلفة اللي هو عدم تشغيل الشركات والمحلات، بالإضافة إلى فوائد إضافية من خلال اللي هو هيكلة التمويل إليه، واللي هو يعني رايح يكلف الكثير، وممكن يكون سبب في وصوله إلى الكساد. طبعا عندنا الركود وعندنا الكساد بالنسبة إلى الدول وأيضا بالنسبة إلى الشركات، فأتوقع أنه بيكون جيد مؤقتا، بس حق اللونج تيرم على المدى البعيد مع تواصل موضوع، يعني واضح أن هناك أزمة بعد أزمة، إلا هو أزمة صحية ولا ربما أزمة اقتصادية، فسيكون مكلف جدا على الشركات وخصوصا الشركات الصغيرة.